طبعا هذه السنه الاحتفال براس السنه الامازيغيه كيختلف، لانني لاول مره كنعيشوه كعيد وطني ويوم عطله، وهذا الشيء بزاف ديال الناس كيعتبروه انه نهايه ديال المطاف، بينما حنا كنعتبروه بدايه ديال مرحله جديده اللي غادي تفتح واحد العدد ديال الاوراش مهمه، الورش المتعلق باعاده قراءه تاريخ المغرب، الورش المتعلق بالتنميه ديال المناطق المهمشه. هذا الفلاح الامازيغي اللي خلى لنا هذه الذكرى هذه وخلى لنا هذه الرمزيه ديال راس السنه الامازيغيه خصنا نصفوه. هناك جهات كثيره ما بقاش فيها الماء، هناك جهات كثيره كتعيش الفقر، خاص نوع من التوازن في توزيع الخيرات الماديه في بلدنا. ثم ايضا ما يتعلق بالرمزيه ديال التربيه والتعليم، ان هذه المعطيات كلها خصها تدخل للتعليم باش الاطفال ديالنا والاجيال القادمه يعرفوا بلدهم على جميع المستويات. يعني واش تم تنزيل يعني ورش الامازيغي في المؤسسات والوزارات، كيف كتقيموا يعني؟ طبعا كنعتقد بان راس السنه الامازيغيه غادي يصبح هو المناسبه اللي كنقوموا فيها بالتقييم ديال الاوراش الامازيغيه في الدوله، فين وصلت في التعليم، في الاعلام، في الاداره، في رموز الدوله الى غير ذلك. كنعتقد بان هناك تعثر كبير وهناك تاخير وهناك بزاف ديال هدر الزمن اللي هو غير معقول وغير مقبول. الحكومات تتعاقب منذ دستور 2011، حنا دابا في الحكومه الثالثه، ولايه حكوميه ثالثه، ومازال كنتكلموا على امور وقعت فيها تراجعات. حنا دخلنا الامازيغيه للتعليم منذ 2020، دازت الان 20 منذ 2003 دازت الان 20 سنه وباقين في 9% ديال تعميم الامازيغيه في الابتدائي. هذا شيء غير معقول. الى حدود 2024 ما زالت قنوات تلفزيه واذاعيه ما كتنفذش دفاتر التحملات ديالها فيما يتعلق بالامازيغيه، وما كتقومش بالتزاماتها في هذا المجال، وهذا شيء غير معقول. الحكومه الحاليه اعلنت واحد الميزانيه ديال الامازيغيه اللي هي مليار درهم، الى حدود الساعه ما بينش الاثر ديالها في الدوله ولا عندها تاثير في النهوض بالامازيغيه. فلهذا كنعتقد ان هذه المناسبه هي مناسبه ديال القيام بالحصيله، والحصيله ماشي ايجابيه الى حدود الان، وخصنا كنحفزوا الحكومه وكنطلبوها انها تكون جديه اكثر باش نشوفوا نتائج سياستها على ارض الواقع.